قبل سنة من وقتنا الحالي سوينا أكبر بطولة في تاريخ الشرق الأوسط. يا أخوان يهجمونها ولا ما يهجمونها؟ باقي في الجيم اثنين من باور واحد. وكانت من أكبر وأصعب البطولات في الميدل إيست. واليوم أيها الإخوة الكرام، أيها السادة الحضور، حاب أعلن لكم عن بطولة باور شونك الثانية. قررنا يا جماعة نسوي لكم بطولة. البطولة بتكون من الآن، من اللحظة اللي تشوف فيها المقطع إلين يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء دور التصفيات، ويوم الأربعاء الجاي هو النهائيات. النهائيات راح تكون ببث مباشر الساعة 11 بالضبط، والتصفيات راح تلعبونها أنتم وبيوتكم مع أخوياكم اللي بيسجلون معاكم بالتطبيق اللي بتكلم عنه، وراح تقدرون تتأهلون إلى النهائيات اللي راح أكون أبثها. مو كذا وبس، لا والله أنا أدري في كثار مرة ودهم يثبتون نفسهم، ودهم يربحون ولو شيء بسيط، فمستحيل أنساكم يا جماعة الخير. يوم الأربعاء الساعة 11 بالضبط راح يكون في بث مباشر، راح انا بشخصيا اوزع عليكم في وسط البث الجوائز اللي راح تطلع لكم على الشاشه. ومو بس كذا، راح تكون في جوائز الفائزين في البطوله، وخمسة آلاف في المركز الاول. وايضا مو بس كذا، وزيدكم من الشعر بيت، راح يكون ايضا فيه دعم خاص للناس اللي فازت بالبطوله عن طريق مقطع يوتيوب راح تنشر فيها قنواتهم وراح يطلعون للعالم. وممكن تجيك فرصه عزيزي المشارك وتكتب نفسك بذي البطوله وتسجل مع احد الافريقا كلاعب محترف. كل هذا عزيزي المشاهد لك انت. واقول لك شيء تنصدم، والله انا مصدوم. اسمع هذه، تخيل معاي انك جالس مع اخوياك وتاكين طفشانين، ممتاز، ومسكت معاك انت واخوياك تسوون بطوله زي ما مسكت معي انا. الان يا جماعه الخير، اي انسان طفشان ويبغى يدول بشربي انا اضبطك. عزيزي المشاهد، تطبيق STC بلاي على الجوال او عن طريق الكمبيوتر تبي تدخل منه، تقدر من خلاله وانت جالس في بيتك تسوي بطوله وتحدد جوائزها وتحدد طريقتها وتختار اللي يبغى يشارك وتفتح التسجيل للكل. ومو بس كذا، اذا انت لحالك تقدر تلقى لك ناس تلعب معاهم وتبحث عنهم، فيفا، فورتنايت، ببجي، والعاب كثيره. والحلو فيها ان كل مره اذا نزلوا بطوله وفيها جوائز تدخل وانت فاضي كذا تسجل ضغطه زر وتجيك رساله على جوالك ان عزيزي تم قبولك، تفضل معنا العب معنا. شغل احترافي صح. وكثار يوتيوبر ومشاهير سووا بطولاتهم، احمد شو، نواف العابد، لاعب الهلال، وكثار مره. زبده يا جماعه، تطبيق مره بسيط وعلى جوالك تقدرون تحملونه كلكم. العاب مره كثير، العاب مره كثير، وفيه ليدر بورد بالتطبيق يعلمك نقاطك كم، يعني تشوف انت واخوياك ارقامكم كم ومين اعلى وتجيكم جوائز والى اخره. يعني زي ابن الذين اللي اسمه عمر هنا من جده عنده 3960 نقطه، هذا معري. وتقدر تدخل تبحث عن البطولات وتشارك البطوله اللي تبغاها، او تقدر بعد تدخل تقرا عن الاخبار الجديده اللي موجوده في التطبيق. المهم يا جماعه، طولت بالكلام مره، بس اني متحمس جدا للبطوله، وابغى اقول لكم شيء مهم. في رابط اسمه رابط وار ليجند، هو اللي يحسب لك النقاط. لازم تدخلون، تاكدوا بعد ما تشاركون بالبطوله انكم تخشون وتسجلون. اذا انت فاضي وحاب يطلع اسمك في الاسبوع هذا، تذكر في مقطع يوتيوب وفي بث مباشر وممكن تفوز، ادخل تعال سجل. اسف اذا طولت عليكم، شكرا سيسي بلاي لرعايتكم هذا المقطع، والسلام عليكم، مشاهده ممتعه للمقطع. ايها الاخوه والساده الكرام، اليوم مو بايام عادي، اليوم يا جماعه عندنا صيده من العيار الثقيل. اليوم يا جماعه راح يكون ضيفنا الابن ابو خالد زق معاه زق معاه من الحين. كلكم تعرفون ايش اللي بيصير. المره هذه اخترت معاي ناس عشان ابعد السوس مني، اخترت جنتل، واللي ما يعرف جنتل هذا احد المحرقين بدور مره. وعندنا الشخصيه الثانيه نائب رئيس السلق فيصل، انا اثق فيك، ما اخترتك انا واثق فيك، ممتاز. جنتل نحتاج تعريق، ممتاز ممتاز. اللي بيصير كالاتي يا عيال، الان انا متفق مع واحد معمودي في البث، اللي معاه هذا راح يعلمنا متى يحط رجي، راح ندخل معاه راح اعطيه تحدي بدونيشن عشان اخليه مره على اعصابه، وراح نحاول كل جيم ننزل معاه نشيله ونجمله، ممتاز؟ صحيح صحيح. جنتل فهمت؟ ايه يلا. ممتاز؟ طيب اسمي نفسي. سمي نفسك مريم. الله، فيها $5 على كل ذبحه $100 بشرط تفوز الجيم. اوه يا اخي ما شاء الله عليك يا اخي. ثلاث محاولات، سمي بالله. والله العظيم انا ما عرفت جو ال 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 متع شوف بثي. شوف حظ عليك، شفت قبل لا تشوف انت. لحظه كيف افتح ستريم لابز عندي؟ على كل ذبحه لك $100 بشرط تفوز بالجيم ثلاث محاولات $5 حالات. مريم يا مريم اعرف يا رب يا كريم.
ولد. طيب اتوقع يا جماعه عرفتوا فكره المقطع، بس طلب وحيد قبل نبدا بالمقطع، ابيك تضغط لايك لان المقاطع هذه لازم اصبر لين واحد ما يبث، ولازم ادور واحد معه واخذ رقمه، خليت رقم اللي معه وتواصلت معه بالواتش وقعدت اضبط فتره طويله، التعب هذا قد له لايك والله العظيم. طبعا ما يحتاج اذكركم، ما انتم مقصرين والله العظيم، كود الدعم اللي ينشال منكم كل 14 يوم يا جماعه اذا دخلتوا اللعبه SXB. الله يسعدكم، سمي بالله ولا دونيشن مريم. والله تقدر يا خليه يروق شوي قلبي. خلاص بيروق بزيادة. هو معصب الحين، شوف بعد دونيشن بيروق على طول. اصبر اصبر روق روق. الحين بيصير بوقة يا رجال بالجيم. بيعرك على أمنا يا عيال، بيعرك. الله يحفظها من كل شر، الله يجزاها الجنة. شوف اللي يسعدون الناس، والله حتى تسعد الناس بكلامك في الكومنت الآن. لا تضحك يا حبيبي أنت وياه، لا حد يضحك، عيب عليكم. شوف سعد حتى كيف كنت معصب الآن. والله روق صدق. يعني دخلنا لا لا ابو خالد يا رب اجعل ابوك امين. ما شفيك، انا شفت، انا خفت معه بس انت خوفتني اكثر. بتصير بتصير باذن الله جنات يا اختي. شوف البث، شوف البث. اشوف والله اشوف البث تسويها من اول مره. يا رب. هو من وين يتكلم؟ احنا جنبه، هو في الغرفه اللي جنبه. يا جماعه انتوا الان قاعدين تطلعون ملخص، ترى والله قاعدين نحاول ندخل معاهم لنا فتره مو قادرين. انت الحب معنا 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 معنا. يا رحمن يا كريم يا رحمن، ان ما في هذا الجيم سلق. اي والله معنا. يلا 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 تكفى. وين نزل ديرتي؟ ديرتي نزل ديرتي نزل ديرتي نزل يسار تمام؟ يلا بنقعد نرقص عليه تك ذا ال. بسم الله. عرق عرق، انا يدي عرقت قبل اسوي شيء. بس وصل اشكر الباص بس عشان ما حد ينزل المدينة لاني بزعل. مازن يا مازن خمني تكفى. ونضغط نشيله نبي نلعب في الكورة. جاي تحدي زيادة بنفس الجيم. كذاب. واحد قال 200 دولار اذا فاز الجيم. بس والله بعوضه يا عيال، والله بعوضه. معنا حد سكنه، سكنه الازرق. ها تعال معي. معناهم بس معناهم بس. تمام تمام انت تعال معي، انت تعال معي، انت تعال معي. يلا يلا يلا. شفت شفت لا 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 لا. عمي مازن، عمي مازن في البث. معنا واحد فقع فقع فقع، شافني يخاف. ها الحاله طبيعي طبيعي، سكوادنا له ثقله. الحاله 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 الحاله. ايزي ايزي باخذ سلاح. هذولهم هذولهم هذولهم. شوف راح يصير، هنروح المين احسن شيء. لا لا خلينا نروح من الاسلحه، نطرح كل شيء نخليه يقوم. تمام نطرح نخليه يقوم، نبغى نلعب كوره. وين مكانه؟ هو فوق فوق. العمارة العمارة. ايوه عندها. تكفى تكفون تكفون يا اخواني، تكفون يا الربع. $500 ورب البيت. نهاية الشهر الحمد لله تم. يلا مع بعض، يلا جيت مع بعض. يلا وين يسار؟ خويا وين؟ خويا مره بعيد، خويا مره بعيد، بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يلا يا اخي خلينا مركبكم عشان دقينا. هذا قدام هذا قدام هذا قدام. يلا يلا هو بعيد. ارسلت لك جاني جاني واحد جايك جايك جايك، بس اكسر موارد. جاني جاني واحد سريع سريع. اصبر اصبر يا اخي، انت برو بلاير يمديك ترى. واحد ما معي ماست. وين راح؟ زب 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 هنا. زاب 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 زاب. اركب اطلق عليه. ها بشيله بشيله بشيله. وين وين؟ طلع لي طلع لي بشيله بشيله. طلع لي طلع لي طلع لي طلع لي. عندي كثير. شوف 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 اشوف. ها عندي عندي. خلا 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 بشيله بشيله بشيله. سلكوا كثير سلكوا كثير سلكوا كثير عليه سلكوا كثير عليه. ما اقدر ما اقدر اشيلها كثير. ابخر واخر انت مين؟ اشيلها 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 بسرعة. لا 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 انت بهذه اقدر اشيلها اشيلها بس برفع 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 برفع. متعب قرب متعب قرب قرب مني قرب مني. هز هز الرضاع قاعد اطلق عليهم انا اسلحه. شلون تعب تعب الله يرجع. شوف ربيت ربيت انا اسمع اسمع بطلع طيب بطلع بطلع. يلا 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 يا بنت كرمك من قاعد اطلقه. بنزل عليه بنزل عليه بنزل عليك. شيله 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 باص شيله باص. ما اقدر ما اقدر ما اقدر. يا ربي يا ربي يا ربي. وين وين؟ كلب وطقمك كلب وطقمك لون احمر يا سمطره حقت الرومانسيه من هناك. جي خويا جاي خلي خلي يساعده خلي يساعده خلي يساعده خلي يساعده. وقته اي نو وقته نو وقته
قاعد يسف فيك. اتشرب يا رفيقي. ريز 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 انت وين كنت في ريز 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 اقسم بالله قلة حياة اللي قاعدة تصير. ريز 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 سمطرة يذبحني كلب دوغي. اوه كلبي بسرعة بسرعة ريز ريز زبفي زبفي والله مسعب رجال مسعب رجال. اسمع اسمع بالمكوك بروح بشيله تمام بالمكوك بروح بشيله مرة ثانية. اسمع شرايك اذا شلت نوكا وطاير. ايوه ايوه تمام 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 يلا يلا والله بيبكي لو نوكته وطاير. شيله شيله بنوكا بنوكا بحبها بنوكا 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 رميت له وجهك برمي لمني برمي لمني برمي لمني نزلني ريز 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 عرفهم انت ريز ريز لان في سب ودي اقول ريز ريز اصص ريز ستيم سنايب قاعد يسحب يستهبل ذا يستهبل والله يستهبل. انزل يا ابن انزل 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 شيلها مره ثانيه بنوكا شيلها طيحني 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 او في ناس في ناس طبلي 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 اعطني ماس والله يا ربي اعطني ماس نزلت 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 لك شفط يا رب رحمت يا عيال انا لو اخذ فلوس على كل مره ريستك فيها الحين معي 2 مليون في حسابي يا اخي اذا تشوفون البث انتم والله انكم بزران اشعر اني كذا اشفقت على نفسي يا دي الناس كلهم يدعون علينا ما ادري ما بفهمهم بعدين من المقطع طار 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 طياره تركم 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 يا لا تخليني يا بزر ابي اهين بنت الطياره هذا ثواني اللي مسوي على امي اللي مسوي على امي ذا تعال دقيقه ابي ماس بس تكفى ابي ماس حسبي الله ونعم الوكيل هذه اذا جتني تحديات كذا يصير الوضع يبي يبي يجيبون لي لوت بس لا تقتلني يا اخي كيف تقتلني تعطيني مكتك كيف تقتلني تعطيني مكتك والله يا جنن الناس جنان انا بروح زونه تكبوش منخف ها يلا هو جاي جاي على طريقه جاي على طريقه يلا 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 برمي له لوت برمي له لوت تمام برمي له لوت برمي له لوت شيء يجي ياخذه مو بنخلطه زي المجانين بيجي بيجي المحطه خلينا نزبن بالبوش المحطه والله اتوقع بيجي المحطه يب يب اسمع عندي فكره نزبن بالتشست اللي داخل عند المحطه في صندوق داخل ايه اذا جاي يفتح نشيله تتوقع بيجي المحطه طيب هو جاي على طريق ايه جاي جاي وين راح جاي جاي جاي, جاي, جاي. والله جاي, جاي جاي نفس الطريق اوكي إيه اشوف انا اشوفها بس خليك جنبي الصق جنبي عشان ما اشوفك يسار ايه يلا بشيله 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 لعب في كره لعب في كره لعب في كره ها يلا 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 يمينك انا قاعد اشوفك يمينك ارمي عليك ارمي عليك كلها لا توترني يرحم امك خلنا نخليه يساعدك خلنا نخليه يساعدك اي بس خلنا نطقطق عليه شوي خلنا نطقطق عليه شوي يلا بنت الطياره بنت رجلي بنت الطياره انت اجل بنت الطياره انت بنت هذا وش يبون مني الله حس حسيبي ربكم ايش تبون بدح بدح مره ثانيه بدح مره ثانيه بدح مره ثانيه بدك في وش بدح مره ثانيه يلا يلا يبي الخط اول ما يقوم ها يا ليل مطوا اكمل اكمل حتى يذبحني طلع من الجيم ما طلع من الجيم خلينا نشوف نشوف ايش يقول خلينا نشوف ايش يقول بالله انت روح الربلي بيروح الربلي بيروح الربلي شو اسمنا يلا يلا يا بضيفه بلعب روح 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 انكبنا انكبنا بكلم حقك قل خويه قل ذا اللي يروح لا لا يروح الربلي يروح الربلي يلا علم 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 ذا قل له يروح يجعلك في الجنه في اسامي ابيكم تعطينهم باند يعني سي نفسك كلمه بالجيم دخل الربلي يا جدع دخل الربلي دخل الربلي خش الربلي خش انت راح يا عيال حط ايه وحط سو 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 شوف 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 جنتل راح جنتل هذا عرفته لحظه هذه بنت هذا بنت 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 اصبع رجلي الصغير اقلب هذا بنت الطيار الحين جنتل اسمها شوف طرح يا مسك فين تبغى فوق يا يا شوف شوف هي اسمها 6 بين توب شوف الكلب يا عبود بدك علي بدك علي بدك علينا بدك علينا مسيلة مسيلة دينيش مسيلة دينيش مسيلة دينيش مسيلة دينيش أبو شايع وجنتا دينيش نرجع
نلقى ما يا عيال والله نلقى الله لا يوفقك استغفر الله الله لا يوفقك دعني 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 قلبي قاعد يلقى بسرعة يا كلاب بعطي دونيشن انا بعد خليني ادق عليه احذف رقمي يا خوي يا خوي والله ما تسويها يا خوي احذف رقمي يا خوي احذف رقمي بسرعه يا خوي والله ما تسوي يا خوي انت تدري المحتوى صعب انت تدري مع صوتك مره نهائيا يا خوي انت تدري المحتوى صعب والله اني اسف عشان انبسط يا عيال وابتسم لا ما استانس احنا ما قطعنا رزقه طيب يا جماعة والله العظيم كان ودي نكثر أيام زيادة بس مرة تعبنا ووجهي واضح أني معرق واضح أني لفترة جالس الله يسعدكم على دعمكم شكرا لكم بينزل لكم يوم الأربعاء مقطع بينزل لكم يوم السبت مقطع وبينزل لكم بأدلعكم بإذن الله محتوى وبحاول قدر المستطاع أني أعطيكم حاجة تستمتعون فيها بس كل اللي أطلب أتأكد أنك مشترك واكتب لنا كومنت يبون يونسنا يا جماعة لنا والله أني أقرأ الكومنتات ومبسط الله يعطيكم العافية وأتمنى ما حد زعل ترى وضع كله طقطق أبو خالد خويي شكرا لكم صلوا على محمد في الختام فمان الكريم